السلام عليكم، معكم سي محمد بوتشيش مدير برمجة بكوان ام انترناسيونال ميديا. هي مبادرة جديدة تحتات هذه واحد 4 شهور، وكما وعدناكم على اننا في نطاق التوسع ديال الرؤى ديالنا للتقرب من جميع افراد الجالية المغربية والمغاربية والعربية في امريكا الشمالية ولما لا في باقي بقاع بلدان اوروبا وكذلك افريقيا، باش نتواصلوا اكثر مع جميع افراد الجالية ديالنا. بدينا بسيكافي كوان ماروك سور قناة سيكافي اللي هي دابا في عمر ديالها 4 شهور، وكما وعدناكم دابا اون فالونسي ان شاء الله لو ساندي بروشان، يعني السبت المقبل غادي نلونسيو كوان ماروك سور سيكا اي ا سي ا كيبيك سيتي. دونك هذا توسع، كنا بدينا بساعه، دابا حنا بجوج سوايع، دابا 4 سوايع، باش نحاولوا نغطيو اكثر مساحه باش نديروا ان راتيساج للمغاربه كاملين يتواصلوا معنا. وهذا فاش كنحتاجوا هنا ونطلبوا منهم حنايا يعني التشجيع ديالهم والتقرب منا حنايا، لان بيبان ديالنا مفتوحين لجميع الجاليه سواء كانت عربيه ولا مغاربيه ولا مغربيه. فمرحبا بجميع الاقتراحات. وصل معنا كاين الصفحات الفيسبوكيه سيكافيل كوان ماروك والسيكيا كوان ماروك سي سور 88.3 اف ام، هي في كيبيك سيتي. دونك المبادره كيف كتشوفوا توسعت، ومازال عما قريب غادي نعلنوا على المفاجاه الثالثه اللي هي غادي تكون في مدينه اخرى هنا بكندا، باش نكونوا اقرب تواصل مع جميع افراد الجاليه المغربيه والمغاربيه والعربيه. محتاجين التشجيعات ديالكم، محتاجين الانتقادات ديالكم، الاقتراحات ديالكم، تواصلوا معنا بجميع الموايان. الصفحات الفيسبوكيه فيها الارقام الهاتفيه ديالنا، وفي الاخير باسمي وباسم افراد طاقم اكوا انترناسيونال ميديا نتمنى اننا نكونوا قدمنا ولو بصيص من التواصل، او فتحنا واحد الباب ديال التواصل ولو قليله ولا كثيره، صغيره ولا كبيره. المهم اننا هنا باش نسمعوكم، باش تسمعونا، ومحتاجين تشجيعاتكم. شكرا لكم، تحيات محمد بوتشيش والطاقم القناه.